بنتكلم النهارده على الشعاب المرجانيه الرخوه، وفي لقاء سابق مع حضرتك اتكلمنا عن الشعاب المرجانيه الصلبه. 62 نوع من الشعاب المرجانيه الرخوه، 121 نوع من الشعاب المرجانيه الصلبه. الشعاب المرجانيه ليها الوان واشكال مختلفه، يعني مستعمره جنب مستعمره جنب مستعمره بتكون الشعاب. الشعاب سواء الرخوه او الصلبه دي منظومه بيئيه متكامله. من اهم المخاطر اللي بيواجهها هذا النوع من الشعاب هي التاثير السياحي. الشعاب المرجانيه اقدر اقول عليها هي البيت او العائل بتاع كل الكائنات.